شكرا سعادة الوزير. أنا عندي سؤال طال عمرك بخصوص الاكتفاء الذاتي. يعني الآن نرى أن في مواد غذائية صارت موجودة عندنا بكثرة في الدولة، صناعات في مواد البناء، الصناعات الأخرى. كم طال عمرك تشوف النسبة الآن الاكتفاء الذاتي الموجود عندنا في قطر كنسبة مثلا، وهل أنت راضي عنها؟ لا، شوف، ترى هذا السؤال تحتاج إلى دراسات وجلسات وأشياء كثيرة ما لها أول ولا آخر. الآن لنفرض أنت تتكلم عن صناعة الطابوق مثلا، بس بضرب لك مثال بسيط. المصنع اللي تشتري مش ملكك، أنت جايبه من برا، إذا أنت دفعت عملة صعبة. أنا شوف أتكلم الآن، طيب العامل اللي يضرب لك هالمكينة وكذا ياخذ راتبه في النهاية يطلع برا، أوكي؟ يمكن جزء من راتبه يتم في البلد، بس هذا الجزء لنفرض 30 ولا 40%، بعد منه 80% بعد طالع برا. فإحنا يعني من الصعب أن أنت تقول أنا أستطيع أعمل اكتفاء ذاتي، صعب جداً. لكن تقدر تعمل عملية توازن، أن أنت توازن بين ما هو تقدر تنتجه وبين ما هو تستطيع أن تستورده، لأن أوقات تكلفة الإنتاج أغلى بكثير كذا، بس ما عليه، أنا لحد معين أتحمل التكلفة، أعتبر هذه جزء من أمن الدولة. يعني ليش أنا أصرف على الأسلحة؟ ليش أنا عندي جيش؟ على أساس أحمي نفسي. إذن أيضا في بعض مثل المواد الغذائية وكذا، أقول ما عندي مانع أن أتحمل، أعتبر هذا تكلفة أمن، مش تكلفة أنه والله أنا دعمت الناس في أكلهم وكذا إلى آخره. لا، في فرق كبير. كيف إحنا نصنف التكاليف؟ كيف أنا أصنف تكلفة معينة في ظرف معين؟ حلو. الآن مثلا تكلمت عن الأمن الغذائي، في أساليب كثيرة أنت تستطيع أن تقول أنا بعمل أمن غذائي. يعني الآن مثال على ذلك، تقول والله أنا ببني مخازن كلها مبردة ومكيفة وما أعرف إيش، واللي يجي يخزن عندي بعطيه ببلاش أو براتب، قصدي بإيجار رمزي. ليش؟ لأنه يوفر علي أنا بناء مخازن وتخزين والأموال اللي أنا بحطها في المواد اللي هي المخزنة، والله يعلم إذا فيها عطب ولا بعرف إيش وكذا. يمكن واحد ثاني يجيني يقول الله شو تعطيه ببلاش وأنت لا لا أنا أعطيته ببلاش لأن أنا قاعد أفكر في شيء ثاني. في الاقتصاد يعني الحين أعطيتهم ثلاث صوبهم. في الاقتصاد لازم نفرق بين شيئين، بين مالية وبين اقتصاد. جميل. وأنا يمكن أحد الأخوان أو في واحد سألني مرة، ليش أنت وزير اقتصاد ومالية ومش وزير مالية واقتصاد؟ فقلت لهم الاقتصاد أشمل من المالية، التعليم اقتصاد، الصحة اقتصاد، الأمن الغذائي اقتصاد، فأشمل. اثنين، المالية كل هم أنه يقبض وبعدين يصرف. جميل. وزير الاقتصاد العكس، يصرف على أساس يخلق ومن ثم يأخذ. فهذا الفرق الكبير. شكرا. فدائما لابد أن نحن نفكر تفكير اللي يسمونه الاقتصاد الكلي وليس الاقتصاد الجزئي. شكرا.